مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. هذا اللقاء اليومي معكم على شاشه النيل الاخبار وبرنامج من القاهره المتابع للحاله على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين وتحديدا في اعقاب الحادث المؤسف لقطار او جرار القطار في محطه مصر، يلاحظ حاله من اللغط والجدل الكبيره. لكن المتابع بشيء من التحليل يجد ان هذا الحادث استغلته الكتائب الالكترونيه التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه لاحداث حاله من الاحباط والترويج لاخبار مغلوطه واقتطاع تصريحات للرئيس السيسي من سياقها والعمل على باتها لنشر هذه الحاله من الاحباط فيما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك اخترنا ان نتحدث في هذا الملف كيف يمكن استغلال هذه المواقع لبث هذه الحاله من الإحباط والكراهية وأيضا العنف الذي يقود إلى التطرف، ما يرجعنا إلى ملف شديد الأهمية وهو دور الأسرة المصرية في الحفاظ على أبنائها من الانسياق وراء هذا الفكر المتطرف والانسياق وراء الأخبار المغلوطة وهذه الحالة من الانفلات التي تسود مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المغرضة التي تقوم ببث هذه الأخبار. سنفرد مساحة طويلة للنقاش في هذه الحلقة حول هذا الملف. سيكون معنا فيها الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. لكن مشاهدينا نبدأ كالمعتاد هذه الحلقة من برنامج من القاهرة أولا مع جولة إخبارية لأبرز وأهم أحداث اليوم. أهلا بكم من جديد. في إطار استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة لمدة 4 أيام. يضم المتهمون كل من سائق الجرار رقم 2305 ومساعده وعامل المنورة لذات الجرار، بالإضافة إلى سائق الجرار الذي اصطدم به في البداية رقم 2302 وعامل المنورة لذات الجرار، إضافة إلى العامل المختص بتحويلة الخطوط. وتضامنا مع شهداء هذا الحادث أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الرياضيين والإعلاميين صلاة الغائب على أرواح الضحايا. يأتي هذا في إطار دور الرياضة في المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال المشاركة والمسؤولية تجاه الضحايا وأيضا تجاه أسرهم. في مبادرة إنسانية دعا إليها دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتضامن مع مصابي حادث سكك حديد مصر، شارك عدد من الرياضيين والإعلاميين والشباب بصلاة الغائب على أرواح شهداء الحادث بأحد مراكز الشباب والرياضة بالقاهرة. رسالة للشباب بلدكم، وزي ما الست الرئيس دايما بيقول حافظوا عليها، بلد أكيد فيه عنصر التنمية والتطوير موجود بشكل كبير، أي حادث عارض زي اللي حصل تكونوا موجودين في الحقيقة. إيه اللي عايزاه البلد بتعملوه، حتى لو يعني بتتبرع بالدم، حتى لو أنك أنت بتشوف البلد محتاجة إيه. لم تقتصر المبادرة على صلاة الغائب فقط، بل امتدت للتبرع بالدم بدءا من الرياضيين المشاركين والشباب والفتيات والكبار من كافة الأعمار. كل الشكر طبعا السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي طبعا للتجاوب السريع معانا، والشباب اللي موجودة النهاردة والناس كلها اللي جت ليتساهم ولو بجزء بسيط للمصابين وللضحايا اللي موجودين دول. حصل طبعا ان كان في كمان صلاه الغائب، بشكر كل الناس اللي جت وساهمت النهارده. احنا جايين برضو مسانده ومساعده، احنا يمكن بقى لنا يومين بنرى ان المصابين محتاجين دم ومحتاجين تبرع بالدم، فاول ما عرفنا مبادره سياده الوزير اكيد جينا لبينا على طول، يعني الناس كلها احنا مصريين في الاول وفي الاخر عايزين نساعد باي شيء يعني، فربنا رب يتقبل ان شاء الله. بقول بقاء الله ونعزي نفسنا، وده اقل حاجه ممكن نقدر نعملها يعني،
فيش يعني. طبعا بنشارك بالحزن والاسى طبعا للناس اللي توفت. كلنا مر علينا يوم صعب قوي في الحياه امبارح واول امبارح بجد يعني. الشعور بالحزن والاسى تجاه شهداء ومصابي الحادث لم يزد المصريين الا قوه وصلابه لاستكمال مسيرتهم نحو التنميه واستقرار امن وطنهم. موقف رياضي وطني أكد فيه وزير الشباب والرياضة والرياضيون على تلاحم كل فئات الوطن والوقوف معا يدا واحدة ضد الأزمات حتى وإن كان بالتبرع بالدم لمصابي سكك حديد مصر. عبد الحميد صقر، النيل. وللمتابعين انضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور يا فندم، برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بحضرتك. تفاصيل المبادرة اللي تابعناها في هذا التقرير للتضامن من رياضي مصر مع شهداء وضحايا حادث قطار محطة مصر وأسرهم، ويعني فيما تفكرون في استكمال هذه المبادرة أيضا؟ في البداية بنقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا، ربنا يرحمهم جميعا إن شاء الله، شهداء المرضون والمقتولون، وخالص دعواتنا لكل المصابين بالشفاء العاجل. يمكن مبادرة حملة التبرع بالدم للمصابين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي أطلق طبعا كابتن أحمد حسن عن سائد العالم، ده دور وزارة الشباب والرياضة وده دور الرياضة اللي بيهتم بالمسؤولية المجتمعية أو ما يسمى بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والذي ينادي بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفقا للاستراتيجية التي وضعها عند توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة. خلينا نؤكد أن وزارة الشباب والرياضة حاليا بتعمل في التواصل مع كافة المؤسسات والوزارات والهيئات من أجل دعم مصابي هذا الحدث، وأيضا كذلك دعم الأسر المتوفين. خلينا برضو نقول إن نرجع للمبادرة، إن المبادرة النهاردة كانت في مركز شباب الجزيرة بحضور عدد كبير من الرياضيين والإعلاميين حتى يكون هناك رسالة واضحة لكل شبابنا وكل الشعب المصري ان احنا دائما وابدا بنقف خلف بلدنا في اي حدث ممكن ان نصاب به جميعا، لان هذا الحدث اثر علينا جميعا. هل في يعني نيه لمشاركه رياضيين اخرين في هذه المبادره سواء في حملات التبرع بالدم او التبرع عموما؟ هي عموما خلينا نقول برضو ان هناك وزير شباب الرياضه بيبحث ايضا ان شاء الله هيكون في زياره للمصابين، وبيأكد على هذه الدعم ان شاء الله تستمر خلال المرحله المقبله حتى نفي الغرض او الغرض الخاص بتوفير عدد كاسات الدم المتاحه للمصابين. شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والمنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة في 7 محافظات، وذلك بعد ما انتهت المرحلتان السابقتان من المبادرة الرئاسية في 20 محافظة. أضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة انطلقت في محافظات الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والوادي الجديد وقنا والمنيا، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطن، وتستمر اعتبارا من اليوم وحتى 30 من إبريل، وتستهدف 3 مليون و348,560 مواطنا فوق 18 عاما. أفاد مراسل النيل للأخبار أن النصاب القانوني لم يكتمل أثناء التسجيل في كشوفات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة واختيار النقيب، وينتخب الصحفيون نقيبا جديدا ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحا لمنصب النقيب و52 مرشحا لعضوية المجلس، ويشرف على عملية الاقتراع والفرز 31 قاضيا من مجلس الدولة.
15 من مارس الجاري ستكون نقابة الصحفيين مع موعد آخر لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب، تأجيل جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني. في الغالب لا تتم الانتخابات مباشرة أول مرة، هو ربما يعود هذا إلى يعني ترتيبات من المرشحين نفسهم خاصة في المناصب العليا، إن بدي فرصة للدعم بين أنصاره لمزيد من اللقاءات طرح الأفكار والرؤى. في العقد الأول لا الجماعة ما بتكتملش لأنه شرط 50% زائد واحد ما بتحققش، نظرا لأنه العدد بقى كبير بيزيد عن 8000 عضو تقريبا لهم حق التصويت والانتخاب. فالجولة التالية بيبقى مطلوب 25%. يشترط في الجولة الثانية من الانتخابات بأن يكون الحضور بنسبة 25% زائد واحد من الأعضاء المسددين للاشتراك. عندنا مشكلة خطيرة جدا في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يوم 15 مارس، لن تكتمل الجمعية العمومية ولن تجرى انتخابات إلا بحضور 25% زائد واحد. في هذه الحالة سوف تؤجل أسبوعين، وبعد أسبوعين برضو هنحتاج 25% زائد واحد. أمال وطموحات يعلقها الصحفيون على الانتخابات أكثر من مرشح لأكثر من برنامج لعلهم يلبون أمان الصحفيين. الصحافة بتمر بمرحلة صعبة تستلزم التكاتف، نقابة الصحفيين، الصحفيين محتاجين لخدمات كتيرة، محتاجين للناس حقيقة تسمع صوتهم. حصل فجوة ما بين الصحفيين والشارع المصري في الفترة الأخيرة. عدد الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم 8624 عضوا، حضر منهم في الجولة الأولى 716 عضوا، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات لجولتها الثانية. إذن كعادة انتخابات نقابة الصحفيين، المشهد برمته تم تأجيله حتى 15 من مارس لاكتمال النصاب القانوني، وفي هذه الحالة 25% زائد واحد تكفي لمن يتربع على عرش بلاط صاحبة الجلالة. رمضان المطعني، النيل. وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على الانتخابات. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء الخير. أولا يعني لماذا عدم اكتمال النصاب القانوني؟ والله طبقا لقانون النقابة واللائحة التنفيذية للقانون، في المرة الأولى بنحتاج 50% زائد واحد من عدد أعضاء الجمعية العمومية. يمكن عدد أعضاء الجمعية العمومية 9260، منهم 8624 مسددين للاشتراك، فاليوم كنا محتاجين 50% زائد واحد. يمكن القانون النقابة الحالي وضع عام 70، في ذلك الوقت كان عدد الصحفيين لا يتعدى 250-300 صحفي على الأكثر، فكان إجراء الانتخابات يوم الجمعة كان أمر عادي. لكن حاليا عندما يصل عدد الصحفيين إلى 9260 صحفي بتبقى الأمر صعب، وخصوصا أن فترة التسجيل فترة قصيرة، هي ساعتين من الساعة 10 حتى الساعة 12، ويجوز اللجنة مد ساعة فقط، وهو يوم جمعة، فده المشكلة. ويمكن كمان الصحفيين في السنوات الأخيرة اعتادوا على أن الانتخابات من الجولة الأولى لن تكتمل، وبالتالي بيبقى الإقبال في المرة الأولى إقبال محدود، ولكن في المرة الثانية بنحتاج 25% فقط أو 25% زائد واحد، فبتبقى الزميلات والزملاء عاملين حسابهم انه في اليوم ده هيكون تصويت، وبالتالي هيكون اقبال على حضور الجمعية العمومية. وانا بقول فعلا، بوجه رسالة للزملات والزملاء ان حضورهم يوم 15 مارس مهم جدا لاكتمال الجمعية العمومية، لاكتمال العرس الديمقراطي الذي دائما وابدا بتحتفل به نقابة الصحفيين، واجراء الانتخابات لاختيار نقيب جديد من بين 11 مرشح وستة اعضاء من بين 52 مرشح، لان الخطورة في عدم اكتمال 25% زائد واحد يوم 15، لان في هذه الحالة لن تكتمل او لن تعقد الجمعية العمومية ولن تجرى الانتخابات الا بحضور 25% زائد واحد، هو الحد الادنى. حتى لو تأجلت اكثر من مرة فلن تكتمل الا بحضور 25% زائد واحد. طيب تفسيرك لهذه الحالة، هل هي لقدم القوانين بالنظر الى اعداد الصحفيين الحالية، بالنظر الى انه يوم جمعة، ام هو يعني ربما مؤشر على عدم الاقبال الكافي على هذه الانتخابات؟
والله هو هناك نقطة مهمة وهي القانون، قانون نقابة الصحفيين هو القانون رقم 76 ل 72. طبعا القانون مضى على إصداره سنوات طويلة، بالفعل يحتاج إلى تعديل. كما قلت عدد الصحفيين زاد بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، يعني احنا داخلين على 10,000 صحفي. هو يوم جمعة يوم غير كافي، ولكن هناك بأمانة شديدة لابد أن نعترف، لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال، أن الإقبال هذا العام، هذا العام بالذات حتى في المرة الأولى، يعني في عام 2017 كان الإقبال في المرة الأولى قليل، ولكن كان حوالي 1200 صحفي، ولكن اليوم 716 صحفي. حتى إذا نظرنا إلى عدد المرشحين هذه المرة هو عدد قليل بالنسبة لعضوية المجلس، 52 مرشح فقط. في عام 2016 كان 74 مرشح، في عام 2015 كان 84 مرشح، في عام 2011 كان 111 مرشح. فالطبيعي جدا أن يزيد عدد المرشحين مع زيادة أعضاء الجمعية العمومية، ولكن هذا الإحجام على الترشح أو هذا الإحجام على الإقبال على الحضور الجمعية العمومية ده أمر يحتاج بالفعل إلى دراسة، يحتاج إلى تفسير، يحتاج أن نبحث عن السبب الذي أدى إلى إحجام الزملاء الصحفيين عن الترشح أو عن حضور اجتماع جمعياتهم العمومية. يعني إحنا بنقول إن يوم جمعة يوم صعب وفترة تسجيل فترة قليلة، ولكن برضو ده من الأسف الشديد بقول إنه غير كافي، إن يعني إن زملاتنا وزملائنا يحجموا عن هذا اليوم اللي بنعتبره يوم تاريخي، كل عامين بنلتقي فيه ونعقد جمعياتنا العمومية ونتخذ القرارات والتوصيات اللازمة وننتخب نقيب وننتخب نصف أعضاء المجلس. الإحجام حقيقي أنا كنت أتمنى أن يكون الإقبال أكثر من ذلك بكثير. اليوم احنا كنا متوقعين أن النسبة لن تكتمل، ولكن هناك فرق بين أن يحضر 3,000 ولا تكتمل وأن يحضر 716 ولا تكتمل أيضا. هي بالضبط هنا التوقف. هل الأمر في رأيك يمكن أن يكون مرتبط بمشكلات وتحديات تواجه الصحافة الورقية تحديدا في هذه المرحلة؟ بالفعل الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة بتعاني. الصحافة الورقية تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى مؤتمرات، تحتاج إلى تطوير. الصحافة الورقية يعني البعض بيطلق عليها أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهذا أمر خطير. يعني عندما نتحدث عن الصحافة الورقية وتاريخ مصر في الصحافة الورقية ونقول أنها تلفظ أنفاسها الأخير، فهذا تعبير غير مقبول بالمرة. بدل ما نقول أن الصحافة الورقية تلفظ أنفاسها الأخيرة، لا، يجب أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الصحافة الورقية. يجب أن نتحدث عن أننا نحتاج إلى تطوير الصحافة الورقية. يجب أن نضع في الاعتبار تطور الزمن، أن الصحافة الإلكترونية هي أصبحت أكثر انتشارا وشيوعا. الإذاعة التلفزيون لم يلغي الإذاعة، الكتاب حتى الآن لازلنا سنويا عندنا معرض القاهرة الدولي للكتاب والإقبال الكبير على الكتاب. فأنا بقول أن انتشار السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية والفضائيات هذا لا يعني أني أنا أضحي بالصحافة الورقية. الصحافة الورقية مهمة جدا، وخصوصا أنها هي الجهة الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة حاليا اللي هي بتكون فيها صحافة حقيقية صادقة. عندنا طبعا مع احترامي وتقديري للمواقع والكل، لكن الصحافة الورقية المواقع بتعتمد على السرعة، والسرعة دائما بتؤدي إلى شائعات، بتؤدي إلى أخبار خاطئة، أخطاء قاتلة، لكن الصحافة الورقية بتتأنى، وبالتالي لا تصدر لم نسمع كثيرا عن اخطاء قاتله في الصحافه الورقيه. حضرتك يمكن بتلاحظي او بتشوفي يوميا حالات، حتى نسمع عن وفاه شخص ما مشهور وبعد نصف ساعه نفاجئ بنفي الخبر عن وفاه هذا الشخص. يعني شائعات كثيره بتصدر عن المواقع الالكترونيه وعن السوشيال ميديا، لكن هنا نقول يجب ان نحافظ على الصحافه الورقيه وتاريخ مصر العريق في الصحافة الورقية والصحف الورقية، وأول صحيفة مصرية الوقائع المصرية والأهرام والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الخاصة. يعني مصر تاريخ في الصحافة الورقية، فبالتالي لابد أن نحافظ على الصحافة الورقية. وأنا رغم أن أنا عضو مجلس نقابة الصحفيين منذ سنوات طويلة بعترف بالتقصير، وكلنا يجب أن نعترف بالتقصير تجاه مهنتنا الأساسية وهي الصحافة الورقية. أشكرك أستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على الانتخابات. الرئيس الألباني
آلير ميتا قام بزيارة مؤخرا إلى مصر، وعلى هامش هذه الزيارة قام بالزيارة إلى منطقة أثار الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وكان له تصريحات أعرف فيها عن إعجابه الشديد بالأهرامات والمتحف. وأوضح بيان وزارة الأثار أن زيارة الرئيس الألباني والوفد المرافق له تضمنت مركز ترميم الأثار والموقع الإنشائي للمتحف. وكان لقناة النيل الأخبار فرصة لقاء الرئيس الألباني، حاورته زميلة أمل رشدي، وفي تصريحاته الخاصة بقناة النيل الأخبار قال إن مصر تنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل وهي ذات ثقل إقليمي يدعم الاستقرار في المنطقة. كما أشار الرئيس الألباني إلى أن ألبانيا أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع مصر في مجالي السياحة والنقل البحري، لافتا إلى أن الاستثمار في مجال السياحة في مصر هو هدف لألبانيا حاليا. معي عبر الهاتف الدكتور محمد صادق مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين. يعني كيف ترى أهمية هذه الزيارة خاصة الجانب السياحي منها مع حرص رئيس ألبانيا بعد مشاوراته ومؤتمره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بزيارة إلى الأهرامات؟ طبعا يعني أنا شايف أن زيارة الرئيس الألباني المصري زيارة هامة جدا، أولا فتح صفحة جدا للعلاقات ما بين العلاقات المصرية الألبانية، هذا من جانب. من جانب آخر أرى أن موضوع السياحة وكما حضرتك أشرتي هو موضوع هام جدا. أولا طبعا مصر تتميز بمعالمها السياحية، مصر أيضا ربما تطورت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق طبعا بتطوير حتى إمكانياتها السياحية تطوير كبير، وبالتالي فأنا أتخيل أن لو فتحنا صفحة جديدة في مجال العلاقات السياحية ما بين مصر وألبانيا هذا شيء هام جدا. هذه الصفحة ربما تضاف إلى العلاقات ما بين الدولتين وتضاف أيضا إلى اكتساب نوع جديد من السياحة لمصر، ربما أن السائح الألباني لم يأتي كثيرا إلى مصر. أنا أتخيل أن مثل هذه طبعا العلاقات ما بين مصر وألبانيا ربما تفتح أفاق جديدة للسياحة فيما يتعلق طبعا بالقاهرة، فيما يتعلق أيضا بمناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، أسوان، الأقصر، كلها أماكن أعتقد أنها تكون مصدر جذب سياحي. إضافة طبعا لشيء أهم جدا، لابد أن يكون هناك نوع من التطوير فيما يتعلق بالإمكانيات ما بين الدولتين، فيما يتعلق بزيارة وفوز سياحية بين الجانبين. أتخيل كل هذا ربما يؤدي إلى تفعيل العلاقات السياحية بين الجانبين. نعم نعم، الاتجاه إلى دول لم نكن معتادين على وجود علاقات واضحة معها وتبادل يعني في الخبرات مثل ألبانيا، وحضرتك أشرت حتى إلى ندرة السائحين الألبانيين، لأي مدى هو مهم بجانب الدول الصديقة والشقيقة؟ بالطبع يعني سيادة الفضيلة لو تلاحظي تجدي أن مثلا على سبيل المثال مصر كانت تتميز بالسياحة الروسية، أو أغلب السياح كانوا يأتوا من روسيا، كانوا يأتوا من بعض المناطق مثل آسيا. لكن أن نفتح ربما أفاق جديدة لنوع جديد من السياحة أو لمصادر جديدة من السياحة ما بين ألبانيا ما بين دول أخرى مثلا في أوروبا لم تكن موجودة من قبل، هذا شيء هام جدا. يعني نحن نحتاج إلى أنواع جديدة من السياحة، نحتاج أيضا إلى ربما أنماط جديدة لم تكن معهودة من قبل. طبعا عندما نتحدث عن ألبانيا، طبعا دولة بحجم ألبانيا كانت لها علاقات مع مصر لكن لم تكن قوية بالمعنى المطلق. لكن عندما نتحدث عن طبعا زيارة الرئيس الألباني وطبعا وتدشين صفحة جديدة من العلاقات، نتحدث عن علاقات على كافة المستويات ومن العلاقات السياحية، طبعا نتحدث عن تطوير فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فيما يتعلق أيضا بزيادة معدلات التبادل التجاري، كلها أمور هامة جدا. وكما أشرت لحضرتك تفتح صفحة جديدة لمصر مع دولة ربما لم تكن لها علاقات معها قوية من قبل. لكن طبعا أنا أتخيل أن الفترة القادمة ربما تشهد مزيد من الزخم فيما يتعلق طبعا بالجانب السياحي، التبادل السياحي، فيما يتعلق أيضا بالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الطرفين، خصوصا طبعا بعض المشروعات التي دشنتها مصر فيما يتعلق طبعا بمحور قناة السويس، فيما يتعلق أيضا بأماكن أخرى عديدة، كلها طبعا تؤدي في النهاية إلى مزيد من التفاعلات ما بين مصر من جانب وألبانيا من جانب آخر. نعم. تمام. المجال الاقتصادي أيضا مهم، وجود اتفاقيات في مجال النقل البحري مع دولة مثل ألبانيا، أهمية ذلك بالنظر إلى أنه تقوية هذه العلاقات تقود إلى دعم أكبر وتنويع في التعاون الاقتصادي. بالطبع حضرتك يعني لو حتى نظرت في عجالة العلاقات، حتى خليني أبص للعلاقات ما بين مصر وقبرص واليونان، فتحت صفحة جديدة فيما يتعلق بالعلاقات البحرية. عندما ننظر إلى ألبانيا نفس الشيء، يعني نتحدث عن صفحة جديدة من العلاقات ما بين مصر من جانب
والبانيا من جانب اخر، هناك استثمارات مشتركه في هذا الجانب، هناك ايضا تفعيل لمصادر ربما الغاز، مصادر ايضا ربما الثروه السمكيه بين الطرفين، كلها امور تصب في النهايه في مزيد من التفاعل بين الطرفين على الوضع الاقتصادي. حضرتك كما تعلمي ان طبعا ربما قوه الدول الاقتصاديه تحسب بحجم الاستثمارات، بحجم التبادل التجاري، بحجم التفاعلات مع الدول الاخرى. وبالتالي عندما نتكئ على شركاء استراتيجيين بحجم دول اوروبا ودول اسيا ومنها طبعا البانيا، اعتقد بذلك نكون وصلنا الى نوع من التفعيل في العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر ودول اخرى. ونتخيل ان البانيا ايضا لديها موارد من الممكن طبعا البناء عليها ومن الممكن التفاعل معها فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه بين الطرفين. نعم. أشكرك جزيلا دكتور محمد صادق مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. كانت هذه مشاهدينا جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. نبدأ النقاش في الملف الذي نطرحه معكم لنقاش اليوم في برنامج من القاهرة، وهو متعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن أن يتم استغلالها لإثارة أكاذيب إشاعات والأهم إثارة جو من الإحباط. هذا الأمر لوحظ بشكل كبير في أعقاب حادث قطار محطة مصر، رغم ألم هذا الحادث، رغم كشف عن مشكلات كبيرة تخص قطاع النقل في مصر، إلا أنه تم استغلاله بشكل يسيء إلى مجمل الصورة ومجمل القطاعات. نناقش معكم التفاصيل في هذا الملف بعد الفاصل.